السلام عليكم متابعي قناة عالم النحل وكذلك الصفحة على الفيسبوك تربية نحل ولاية سطيف الجزائرية. في هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم تقسيم من خلية مكتظة بعشر إطارات. الخلية وصلت إلى عشر إطارات وفيها يعني كثافة نحلية ممتازة، لهذا أردت أن أقسم منها قبل ما تبني لي بيوت تطريد طبيعي، يعني قبل ما تقوم بالتطريد الطبيعي قلت أسبقها بالتقسيم أحسن للاستفادة منها. إذا خلية تبني الشمع ما شاء الله، كما تشاهدون قمت بنزع الغطاء والغذاية وهذا المربع الخشبي، ثم أدخن قليلا على الخلية. طبعا التدخين لازم، واجب التدخين. غطاء الإطارات كما تشاهدون فيه الكثير من النحل، يوضع أمام باب الخلية لتسهيل عملية رجوع النحل للصندوق. النحل دائما يكون على الأطراف أو بخلف الخلية، هذا يعني مفروغ منه. إذا هذه الخلية خلية مكتظة بعشر إطارات ما شاء الله، يعني قامت حتى ببناء الشمع من قبل، حوالي ثلاثة أو أربع إطارات بناها النحل في هذه الخلية. ملكتها يعني لم تصل بعد سنة، يعني فتية صغيرة. الصندوق أمامكم صندوق بخمس إطارات، لدي إطارات خزن، إطارات عسل مخزنة من قبل، يعني منذ الخريف لدي عدد من الإطارات مخزن أو محتفظ به لأجل التقسيم وكذلك إعطائه لبعض خلايا ضعيفة. إذا قمت بإحضار إطار عسل في الصندوق الذي أمامكم الصغير خمس إطارات، وقمت كذلك بغلق الباب، غلق باب الصندوق لأني سأنقل التقسيم بعيدا. نبدأ بالكشف على الإطارات، اختيار الإطارات المناسبة للتقسيم. إذا الذي يهمني في التقسيم هو أن تكون كثافة نحلية يعني كبيرة، كذلك بيض بكثرة، نركز على البيض واليرقات الصغيرة. طبعا أفضل تقسيم يكون مثلا على ثلاث إطارات تقسيم رائع، يعني حتى في هذا هو الإطار، هذا هو الإطار الذي أمامكم، هذا حضنة مغلقة، حضنة مغلقة يعني ما شاء الله. كذلك النحل يغطي كل الإطار. سلالة كما تشاهدون يعني مقارنة بسلالة أخرى عندي، هذه السلالة هادئة يعني ممتازة ما شاء الله، هادئة يعني تعمل حتى يعني النحل لما يعمل معها يعمل بهدوء. إذا الإطار الأول حضنة مغلقة مغطى بالنحل يوضع في الصندوق. طبعا كما قلت لكم منذ حين، الصندوق صندوق التقسيم هذا الذي أمامكم هو مغلق، مغلق الباب لأني سأنقل بعيدا، أنقل إلى مكان حوالي 2 كيلومتر، نعم 2 كيلومتر فقط. إذا لدي في الصندوق الجديد هذا إطار عسل أحضرته، يعني كنت محتفظ به، إطار حضنة مغلقة بالنحل، والآن بقي ينقصني إطار بيض ويرقات. سنرى مع بعضنا البعض. النحل كما تشاهدون أمام الباب يعني ما شاء الله كثيف. هذا الإطار أظن لا يصلح لأنه فيه يرقات بكثرة، وأنا يعني أبحث عن إطار فيه البيض. هذا كذلك جديد، يعني مبني جديد لم تضع الملكة فيه البيض. الخلية مهيئة أو مبرمجة للتقسيمة، يعني أغذيها بكثافة، نعطيها محلول سكر بكثافة وكذلك الشمع ونقسمها. لماذا اختيار خلية هذه بالذات؟ نظرا لهدوء النحل، يعني سلالة ممتازة. نشوفوا إطار، نبحث دائما عن إطار فيه يعني مساحة كبيرة من البيض كي ينجح التقسيم. طبعا كما ذكرت منذ حين الكثافة، الكثافة لازمة في التقسيم، يعني تقسيم كلما كان بعدد إطارات أكثر كلما كان يعني نسبة، كلما كانت نسبة النجاح قليلة،
كلما كان يعني تقسيم بإطارات قليلة وبنحل كذلك يغطي الإطارات وبيض كلما كان نجح، يعني كثرة النحل دائما نسبة النجاح أو التقسيم الذي يكون فيه نحل بكثافة دائما نسبة النجاح تكون نوعا ما قليلة. إذا الإطار الثاني، الإطار الثاني بيض، هذا هو، هذا هو الإطار، يعني في حضنة، حضنة على وشك الخروج، خرجت عفوا، حضنة خرجت في الوسط كما تلاحظون في الوسط، وبدأت الملكة في وضع البيض. نعرف أن الملكة تبدأ من الوسط وتبدأ توسع في البيض. إذا البيض الذي يوضع في وسط الإطار هو الذي يخرج أولا. شوفوا حتى هنا في الوسط خروج النحل والملكة وضعت البيض، يعني بيض جديد، هذا الإطار يصلح. إذا طبعا هذا هو الإطار الثاني، فيها مساحة أو رقعة من البيض، كذلك كثافة يعني مليحة تصلح للتقسيم. إذا هذا هو التقسيم، إطار حضنة مغلقة، إطار بيض وحضنة مغلقة على وشك الخروج، وكذلك إطار عسل جلبته من البيت، يعني كنت أحتفظ به من الخريف. إذا التقسيم فيه، نستطيع القول أن التقسيم فيه ثلاث إطارات. إطار العسل لا يهمني يغطيه النحل أم لا. هذه الخلية بقيت بثمان إطارات، الخلية التي أمامكم. كما تشاهدون الإخوة قسمت بإطارين، يعني تركت في الصندوق ثمانية وهنا إطارين، واحد فيه بيض حضانة مغلقة، خرجت الحضانة الملكة حطت البيض، هذا الإطار ديتو جديد هذا، والثاني حضانة مغلقة كثافة ما شاء الله، إطار عسل يعني كنت أحتفظ به من قبل، سأغلق على التقسيم وأنقله. طبعا التقسيمات ترى هي مغلقة، الأبواب مغلقة، الآن سأغلق على التقسيم وأضيف، سأضيف إطارات أساس للأمة، للخلية الأم. بالنسبة للتغذية نراه نغذي الأم ونغذي الطرد اليوم، بالنسبة للتقسيم يعني نغذيه اليوم فقط، بعد ذلك نتوقف إلى غاية خروج الملكة العذراء. تابعوا. إذا قسمت منها بإطارين، واحد عسل كنت مخزنه من قبل، إطار حضنة مغلقة، وإطار فيه بيض وحضنة مغلقة، واحد عسل، هذا هو التقسيم، التقسيم سأنقله بعيدا. وضعت إطارين، واحد هنا مرتبة الثالثة، واحد ما قبل الإطارين الأخيرين. سأقوم بتكثيف التغذية لكي أمتص قوة الخلية، يعني بالطرد هذا وكذلك بالشمع الجديد. ممكن المرة الجاية إن شاء الله نعطيها، إما نعطيها عاسلة بإطارات مبنية أو نزيد نقسم مرة ثانية.
لأن بعد الوصول لمكان جديد بعيد 2000 متر، 2000 متر بين مكان الخلايا اللي قسمت منهم، الخلايا هذه حطينا طاولات وبعد الصناديق طرود، هذه التقسيمات الحجارة طبعا فوق الخلايا، خلية تكون مائلة شوية للأمام، وكذلك نفس الشيء خلية هذه ثانية نفس الشيء، هنا خلايا فيهم ذكور بجانبهم، وحتى يعني من هنا كذلك موجودة خلايا. راح نقدم لهم تغذية، خلي النحل حوالي 10 دقائق وربع ساعة يستقر، ثم أقوم بوضع التغذية. هذا كذلك نفتح عليه نيلون آخر، أيوة هكذا. يعني من الأحسن عندما يكون لدى النحل مكان ينقل له تقسيمات يكون ممتاز، شيء ممتاز طبعا للحفاظ على كثافة النحل وعدم رجوع الخلية. بالنسبة للأبواب سأقوم بترك حوالي 3 سنتيمتر فقط من جهة اليمين في كل صندوق. للأخوة هذه هي تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.